امبارح مصر كانت على موعد مع حدث مهم وكبير وضخم، ويمكن تابعناه على شاشات التلفزيون من استاد القاهرة الدولي. حدث من المفترض أنه يواري ويغير وجه هذا الوطن، ويلبسه ثياب التحضر وأيضا روح الكرامة والآدمية الإنسانية. امبارح أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو أعلن عن إطلاق طبعا في المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، إطلاق هذا المشروع الضخم اللي بيعد تدشين للجمهورية الثانية، واللي بيهدف إلى تغيير حياة ما يقرب من 60 مليون مصري في أكثر من 4500 قرية، انطلاقا من القرى الأكثر احتياجا وفق شرائح مختلفة بيعمل عليها المشروع الضخم. طبعا كل القرى اللي عاش أهلنا فيها من مشاكل البنية التحتية، من مياه الشرب، الصرف الصحي، الطرق، المدارس، المستشفيات، كل دي كانت جزء من المشكلات اللي بتواجه كثير من قرى مصر. لكن بيعد المشروع القومي حياة كريمة لتغيير وجه الحياة، مش فقط تقديم ما يلزم الإنسان من خدمات اقتصادية وصحية واجتماعية، ولكن أيضا بناء الإنسان المصري ثقافيا. المشروع اللي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 ليوفر حياة كريمة لأبناء مصر في مختلف محافظاتها، مبادرة سرعان ما تحولت لمشروع ضخم وعملاق، وصف الرئيس السيسي بالأضخم. وكمان هتتحول القرية المصرية إلى قرية تواكب هذا العصر من خدمات مختلفة، صحة، تعليم، إنترنت، طرق، مواصلات، وأيضا إيجاد فرص العمل. مشروع ضخم تصل تكلفته لأكثر من 700 مليار جنيه لتطوير تقريبا 4741 قرية على مستوى الجمهورية. وبالفعل بدأ هذا المشروع يمكن في مرحلته الأولى من 2019 وحتى إطلاق المرحلة الثانية من ديسمبر من العام 2020 العام الماضي. طبعا زي ما قلنا حضراتكم إنه هذا المشروع بيعد هو نقطة انطلاق وتدشين الجمهورية الثانية والعبور لمصر إلى عصر جديد، جمهورية مصر العظمى اللي نتمناها جميعا، والأهم نتمنى لكل من يعيشون في ريف مصر أن تصبح حياتهم أفضل كثيرا مما سبق، وأن تتحول إن شاء الله كل الوعود إلى حقيقة زي ما شفنا في المراحل الأولى للمشروع، أن تستمر المشروع بنفس الكفاءة حتى انتهاءه إن شاء الله في غضون 3 سنين. هنقف كتير عند حياة كريمة وهذا المشروع الضخم والعملاق، خلينا نقول لكم كمان أهم ما حصل اليوم، وهنروح مرة تانية معاكم لحياة كريمة. يمكن هنبدأ كمان من تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم لمشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي. جولة الرئيس السيسي شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل ومحاور الربط ما بينهم وبين محافظات القاهرة والدلتا، بما في ذلك التطوير الجاري حاليا لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كيلومتر عشان يصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه. كذلك كمان تطوير محور الضبعة بطول 260 كيلومتر عشان كمان يكون 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وكمان تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي وده حتى مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة كمان طريق وادي النطرون العلمين وده بطول 130 كيلومتر عشان يصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه. كل ده واحد يسأل ليه؟ لأن الحقيقة بنغير من شكل الحياة أيضا في تلك المنطقة من مصر، منطقة الساحل، لأنه احنا على موعد مع مشروع ضخم وعملاق آخر هو مشروع مدينة العلمين، مجموعة من الجامعات والمدن الجديدة، مشروع الدلتا الجديدة، مشروع الضبعة، وبالتالي نتوقع أن يكون في تدفق لشرايين الحياة لتلك المنطقة بشكل أكبر بكثير من قبل. طبعا هتكون عامرة طول أيام السنة، وبالتالي نحتاج شبكة طرق موسعة وكبرى زي اللي احنا بنشرف عليها الآن. خلونا نتابع مع حضراتكم أيضا جولة الرئيس وتفقده اليوم. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس قام بجولة تفقدية شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا. تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي من بوابة القاهرة علامة كيلو 30
وحتى بوابه الاسكندريه علامه الكيلو 190 باجمالي طول 160 كم يا فندم. ليصل الطريق الاربع حرم الريه لطريق الخدمه لكل اتجاه بعرض 8 حرم الريه لكل اتجاه باجمالي 16 حرم الريه للطريق كله. ودي سيادتك المرحله الاولى من اعمال التطوير. ثانيا يا فندم تطوير محور الضبعه من تقاطعه مع الطريق الدائري الاقليمي علامه الكيلو 30 وحتى وصلت الضبعه علامه الكيلو 285 باجمالي طول يا فندم 250 كيلومتر. القطاع العرضي الحالي الموجود للطريق يا فندم 3 حرم مريه لكل اتجاه للطريق الرئيسي. اعمال التطوير اللي هتتم يا فندم بتشمل انشاء طريق خدمه بجوار الطريق الرئيسي وموازي له بعرض 3 حرم مريه لكل اتجاه زائد تطوير وتوسعة الطريق الحالي القائم للرئيسي ليصل من 3 حرم مريه الى 5 حرم مريه ليصبح الطريق يا فندم الاتجاه عباره عن 8 حرم مريه لكل اتجاه باجمالي 16 حرم مريه للطريق ككل. الغرض يا فندم من تطوير وانشاء طريق الخدمه هو خدمه الرقعة الزراعية التي ستمتد على جنبي محور الضبعة لإنشاء الدلتا الجديدة. ثالثا يا فندم من ضمن محاور التطوير تطوير الطريق الدولي الساحلي من تقاطعه مع طريق وادي النطرون العالمين علامة الكيلو 100 وحتى طريق مدخل المطار علامة الكيلو 155 بإجمالي طول 55 كيلومتر. القطاع العرضي الحالي يا فندم موجود للطريق هو 2 حارة مرورية لكل اتجاه. أعمال التطوير بتشمل 6 حارات مرورية أربعة حارة مرورية ليصل الطريق إلى 6 حارة مرورية لكل اتجاه بإجمالي 12 حارة مرورية للطريق ككل. طبعا يا فندم إنشاء خط الناقل لمياه صرف الأراضي الزراعية من مدينة دمنهور محافظة البحيرة بمرور متقطعة مع طريق القاهرة اسكندرية عند كوبري أبو الخير موازية لطريق القاهرة اسكندرية ثم تعديل المسار جنوبا موازية لوسط جبل حامد ثم شرقا موازية لمحور الضبعة بإجمالي طول 188 كيلومتر. الغرض يا فندم من إنشاء المسار وطلعة الحمام هو نقل مياه صرف الأراضي الزراعية الموجودة بمحافظة البحيرة مدينة دمنهور واستخدامها يا فندم لإعادة ري واستصلاح زمام 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة استكمالا لاستصلاح مليون فدان بالدلتا الجديدة. بس أنا عايز أوضح لك نقطة هنا مهمة، كل الجهد اللي بيتعمل في المنطقة دي بالكامل هو زي ما أنت قلت كده هو إن إحنا بنعمل بناخد مية الصرف تمام كان قبل كده بتتجمع بتترمي في منطقه الماكس تمام ثم بنحولها من خلال محطات رفع والمصرف الرئيسي اللي احنا بنتكلم عليه من دمنهور مره تاخير الطريق ووصولا الى منطقه الحمام هنا او الى محطه المعالجه في منطقه الحمام اللي احنا بنتكلم عليها دي علشان نعالجها معالجه ثلاثيه متطوره. بنتكلم على ميه صرف زراعي كانت قبل كده بيتم يعني استخدامها ثم بعد كده بيتم القائها في المكس. احنا جمعنا الميه اللي موجوده ديت بالكامل وعملنا لها مسار بمحطات رفع لان احنا بنتحرك عكس الانحدار الطبيعي للارض تمام ثم في محطه المعالجه اللي احنا بنقول انها كانت 6.8 وبنشوف كل الميه اللي ممكن نجيبها 6.8 مليون متر في اليوم الى 8 مليون متر في اليوم ثم محطة المعالجة ثم بعد ما يتم معالجتها يتم برضو بمحطات رفع تادي تحريكها في اتجاه الأراضي اللي احنا نتكلم عليها في منطقة وادي النطرون بالكامل عشان يتم زراعة المليون أو 2 مليون فدان اللي احنا بنستهدف عمله. اللي أنا عايز أقوله هنا في شبكة الطرق اللي بتتعمل احنا ما استنيناش، احنا بنشتغل في المنطقة دي بالكامل بالتوازي بنعمل مشروع الري وبنعمل الطرق الرئيسيه اللازمه وكمان في التخطيط المنطقه بالكامل مدن وقرى في هذه المنطقه وفي الدلتا الجديده اللي احنا بنتكلم عليها تمام. بالتوازي يا فندم تقوم وزاره النقل بتطوير طريق وادي النطرون العالمين من تقاطعه مع طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الدولي الساحلي باجمالي طول 135 كيلومتر. سيادتك النهارده يا فندم مشرفنا على طريق مطار العالمين بطول 12 كيلومتر. الطريق يا فندم بيبدا من الطريق الساحلي عند علامه الكيلو 156 حتى مطار العالمين جنوبا. الطريق بطول 12 كيلومتر يا فندم تم تحويله او تطوير الطريق من طريق 9 متر لطريق 2 اتجاه 4 حاره مروريه لكل اتجاه باجمالي 32 متر وجزيره متغيره. الطريق يا فندم بيشمل على 2 بوابه تحصيل وبوابه امنيه وواحد كوبري كيستون ان شاء الله يا فندم هيتم الانتهاء منه في زمن قياسي 16 يوم.
تم تكليفنا فندم بالطريق يوم 23/6 وجت اوامر سيادتك ان احنا نخلص المشروع في شهر مع الالتزام بمعايير الجوده والامن والسلامه واصول الصناعه في التنفيذ. وان شاء الله فندم احنا النهارده في اليوم ال 22 وعلى وعدنا مع سيادتك ان شاء الله خلال شهر هيتم الانتهاء من الطريق. الطريق برضه فندم فيه عملنا فيه نظام الهاي ماست، اعمده الاناره نظام الهاي ماست تقريبا 150 عمود تم التجهيز ليهم وتركيبهم في زمن 12 يوم، في وقت قياسي برضه 12 يوم. انا بس كل اللي عايز اقوله للناس اللي بتسمعنا، احنا عملنا 24 كيلو زي ما انت قلت كده في اقل من شهر. تمام. تقريبا اربع حارات. ليه بنعمل كل ده دلوقتي هنا في منطقه وادي النطرون بالكامل في الدلتا الجديده، ان احنا بنعمل حاجتنا بالشكل الموسع اللي ممكن حد يقول يعني انتوا حجم الطرق اللي انتوا بتعملوها والمصارف اللي بتعملوها يعني قد يكون تكلفتها كبيره، لكن احنا بنعملها لان احنا تكلفتها دلوقتي والارض فاضيه ما فيش فيها حاجه اقل بكتير ان احنا لو سيبنا الامور وعملنا الزراعه وعملنا ده في الاخر نيجي نعمل شبكه الطرق الكامله. فاحنا بنشتغل بالتوازي، بنشتغل في المناطق الفاضيه بسهوله وبيسر وتكلفه اتصور ان هي اقل كتير من ان احنا نستنى بقى لما العمار يجي والمرافق تتحط ونيجي نضطر ان احنا نعمل تنسيقات اخرى ونشيل مرافق بتاعنا. انا بشكركم على الجهد الكبير ده في الوسطه بتاعت المطار، لكن احنا متفقين على ان احنا ال 55 كيلو اللي انتوا قلتوا عليهم بتوع مدينه العالمين دول هتخلصوه في قد ايه؟ دول الاستحاله يا فندم؟ اه اربع شهور يخلصوا. كتير اربع شهور. طب سبب شد حيلك، انا عارف ان اربع شهور مده قصيره جدا بالمناسبه. تمام. لكن عايز اقول ان احنا قدرتنا كدوله مصريه قادره على انها بشركاتها بامكانياتها انها تعمل مش حول المستحيل، لكن تعمل معدلات عمل عالميه. تمام. وفي حد يعمل طريق في شهر ويعمل كوبري في 18 يوم؟ مفيش. كوبري كان بياخد ثلاث سنين قبل كده. ربنا يوفقك. متشكرين وكل سنه وانتم طيبين. متشكرين. ربط طريق مطار العالمين على الطريق الدولي الساحلي وتم توسيع جنبات الدخول والخروج طبقا لتوجيهات سيادتك يا فندم لتتماشى مع توسعه الطريق الدولي الساحلي الجاريه حاليا من تقاطعه مع طريق وادي النطرون العالمين يا فندم علامه كيلومتر 101 حتى تقاطعه مع طريق مطار العالمين علامه كيلومتر 156 ليصبح 6 حرم مرورية لكل اتجاه. تم تنفيذ كوبري تقاطع طريق مطار العالمين مع سكه حديد اسكندريه مطروحه يا فندم. الكوبري يا فندم 530 متر، 500 متر رمبات طلوع ونزول و30 متر باكيه خرسانيه فوق السكه الحديد. تم يا فندم التصميم بتاع الكوبري ده عن طريق مكتب استشاري الهيئه الهندسيه وفندم عن طريق خطه زمنيه مضغوطه وتكثيف المعدات والعمل 24 ساعه وتكثيف الافراد قدرنا ان احنا فندم مر 21 يوم من بدايه المشروع حتى المرحله اللي سيادتك شايفها دلوقتي كده. ويوم سيادتك احنا خلاص امتى؟ احنا فندم يوم الاثنين ان شاء الله فندم العربيات تعدي كده. قبل كام يوم؟ كده فندم 23 يوم. 25 يوم يعني قبل العيد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. طيب. انا بشكرك وبشكر الناس اللي شغاله الحين. تحت امرك. حاجه عظيمه ان احنا نخلص كوبري اقل من شهر. تحت امرك. طيب شكرا جدا. شكرا جزيلا. اهلا بحضراتكم مره تانية ولسه مستمرين معاكم في حلقتنا النهارده من التاسعه، وقلنا لكم هيكون في زياره مختلفه ايضا لكل ما جاء به الامس في المؤتمر القومي الاول لمشروع حياه كريمه. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي وصف شعوره بالمشاركه بمزيج من السعاده والفخر، والسعاده لوجوده مع مختلف اطياف الشعب والفخر لما حققه الوطن من انجازات على مدار سنوات بسواعد وأبناء مصر ودماء الشهداء. خلونا نتابع جزء. أقف متحدثا إليكم اليوم في لحظة يمتزج في نفسي مزيج من السعادة
والفخر. السعادة بوجودي في وسط رموز وممثلين من كافة فئات الشعب المصري، والفخر بما حققناه معاً من انتصارات متتالية وإنجازات عظيمة تحققت بسواعد أبناء مصر وبدماء شهدائنا الأبرار. إنني أجد نفسي الآن وهي تفخر بما حققه المصريون، وقد تعالت الصيحات في ميادين مصر وفي شوارعها وقراها معبرة عن إرادة الأمة المصرية في استعادة مصر ممن أرادوا انتهاك قدسية أرضها وسلبوا هويتها، تدفعهم في ذلك مفاهيم مغلوطة وأيديولوجيات متطرفة. وأجدني ومعي الجيش المصري الذي شرفت بقيادته، الذي شرفت بقيادته في تلك اللحظات العصيبة من تاريخ الوطن، وقد كان انحيازنا مطلقاً لإرادة هذا الشعب العظيم. الحقيقة كان مشهد جميل، احنا نشوف كل هؤلاء من ممثلي الشعب أيضاً في استاد القاهرة بيحتفلوا أيضا مع الرئيس السيسي والدولة المصرية بانطلاق المشروع القومي حياة كريمة، واللي بيصل لمحطة وأفاق جديدة ويتحول لمشروع قومي هو الأضخم. طبعا وجود كل هؤلاء الحضور ومشاركتهم جميعا إنما هو تأكيد على أن الجمهورية الجديدة بتشمل الجميع، الجمهورية التي أعلن الرئيس السيسي عن تدشينها بهذا المشروع الأهم والعملاق والذي يغير حياة أيضا 60 مليون مصري، وهي رسالة واضحة أن هذا المشروع يشمل الجميع. طبعا قوة 30 يونيو الرئيسية اللي شاركت في هذه الثورة وكل قوى المجتمع المصري باستثناء طبعا كل من حمل السلاح ضد هذا الوطن أو وقف في خندق الأعداء. خلينا نرحب معكم على التليفون بالدكتور ولاء جاد رئيس مبادرة حياة كريمة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا حسام. بالتأكيد لحظة مهمة وربما توصف حتى بالتاريخية، انطلاق مشروع على حد الرئيس هو الأضخم والأكبر، وبالتالي احنا عايزين نقف مع حضرتك منذ انطلاق هذا المشروع اللي بالفعل الناس ممكن ما تبقاش بعض الناس مش واخده بالها من انطلاقه بالفعل وتحقيقه لمنجزات في مرحلته الاولى. نحن الان على عتبه المرحله الثانيه اللي بيشهد فيها المشروع توسع بشكل كبير جدا. ابرز ملامح المرحله الثانيه من هذه المشروع المفروض تنتهي امتى يا فندم؟ طبعا هو وفقا لتكليف السيد الرئيس احنا بنتكلم على مرحله جديده بتتضمن برنامج لتطوير الريف المصري بالكامل. الريف المصري احنا بنشتغل على مستوى مراكز اداريه، لانه مستوى المركز هو اللي بيدينا فرصه ان احنا نغطي كامل القرى التابعه لهذا المركز بالخدمات، وفي نفس الوقت بيدينا فرصه ان احنا نطبق المعايير التخطيطيه. فبنستهدف 172 مركز في 20 محافظه على مدار 3 سنوات زي ما وجه السيد الرئيس. بنبدأ يعني حاليا بنشتغل في المرحلة الأولى أو الشريحة الأولى من هذه المرحلة على مستوى 52 مركز إداري ب 1436 قرية، هينتهي فيهم العمل إن شاء الله في 30/6/2022، ثم يتوالى يعني تغطية باقي المراكز خلال العامين المقبلين وصولا للانتهاء من البرنامج كاملا إن شاء الله في 30/6/2024. طيب جميل جدا. طبعا حضرتك يعني اكيد بتشعر بمسؤوليه كبيره، وخاصه انه هذا المشروع اصبح هو عنوان للجمهوريه الجديده، وده دليل ايضا على كبر هذا المشروع. الى اي مدى بيعتبر هذا المشروع عملاق عشان يتضح للساده المشاهدين؟ يعني المشروع ده مشروع دوله، كل اجهزه الدوله بالكامل بتشترك في تنفيذه، كل الوزارات المصريه، الاذرع التنفيذيه للدوله المصريه، زملائنا في الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه والجهاز المركزي للتعمير واجهزه وزاره الاسكان، المحافظات واليات الاداره المحليه، منظمات المجتمع المدني، مؤسسات القطاع الخاص. وبالتالي احنا قدام مشروع ضخم جدا، لكن الاهم كمان من كل ده ان المشروع بيقف وراه اراده سياسيه غير مسبوقه. لاول مره الدوله المصريه
لتتبنى برنامج بهذا الشكل بهذا القدر من الموازنة بهذا الشمول يمكن من 200 سنة لو بنتكلم تحديدا من عصر محمد علي لم يشهد الريف المصري برنامج يستهدف أساس تغييرات هيكلية زي البرنامج اللي احنا بنشوفه. دكتور مصطفى مدبولي بالأمس يعني قال ان هذا البرنامج هو مشروع القرن بالنسبة لمصر، زي ما كان في القرن 19 بنتكلم على حفر قناة السويس، القرن 20 بنتكلم على بناء السد العالي. فبرنامج تطوير الكرة المصرية ضمن المرحلة الجديدة لحياة كريمة هو مشروع القرن 21. جميل جدا. هذا المشروع الجديد مش بس بيهدف لتغيير شكل الحياة اقتصاديا بالنسبة للريف المصري أو تحسين أو تخفيف العبء عن كاهل الناس، لكنه بيشمل أيضا كما فهمنا فكرة بناء الإنسان ثقافيا ومعنويا أيضا. إزاي ده هيتحقق في وجه النظر حضرتك ومن خلال أيضا المخططات اللي حضرتك بتسعى إليها على أرض الواقع؟ يعني طبعا خليني بس اصحح ان يعني انا بتشرف باداره البرنامج في وزاره التنميه المحليه، لكن في زملاء بيديروا البرنامج في يعني كل ومعظم الوزارات المصريه. والمبادره بتدار مباشره ب يعني اشراف مباشر من دوله رئيس الوزراء. اللي عايز اقوله ان التدخلات الحقيقه بتشمل شقين، شق مادي بمعنى انه مرافق للبنيه الاساسيه، مرافق للخدمات زي المدارس والوحدات الصحيه والمستشفيات، مجمعات للمصالح الحكوميه علشان نيسر الحصول على الخدمات الاجرائيه، طبعا بنتكلم على كل مشروعات البنيه التحتيه اللي تحت الارض، بنتكلم على مرافق داعمه للاقتصاد زي مراكز تجميع الالبان، زي المجمعات الصناعيه المصغره اللي هتنشا. ده جانب، لكن بيتوازن معاه كمان جانب ثاني او اللي يمكن ان نطلق عليه السوفت انترفينشنز او التدخلات غير الماديه، دي المتعلقه بالتوعيه والتدريب والتثقيف ومد مظله الحمايه الاجتماعيه للفئات الاولى بالرعايه. ففي تكامل في التدخلات، وكل هذه التدخلات مع بعض هتنتج تغيير كبير في نمط معيشه السكان الريفيين، هتنتج تحسن في مؤشرات جودة الحياة، وستساهم في إعادة بناء المواطن المصري دي. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور، دكتور ولاء جاد رئيس مبادرة حياة كريمة، بشكرك شكرا جزيلا. هنروح يمكن معكم لمقطع آخر، والرئيس كان بيحلم زمان طبعا زي ما بيقول دايما أنه لو ربنا أداله القدرة المالية أنه هيقدر يطور البلد، وكان بيحلم بيقول يعني أنه لو كان معايا 100 مليار يبقى كويس جدا اقدر اطور بيهم. طبعا النهارده الحديث في اطلاق المشروع القومي حياه كريمه عن اكثر من 700 مليار طبعا على اكثر من مرحله لاتمام هذا المشروع الضخم والعملاق. خلونا نتابع مع حضراتكم. زمان يعني كنت لما بمشي واشوف يعني مناطق ظروفها صعبة، فكنت بحلم ان ده يتغير. كنت اقول لو انا معايا اموال خاصة بيا يا رب انا هغير الكلام ده. فكنت اقول لو يعني 100 مليار يبقى كفايه ولا لا وكده، فكان اللي يسمعني يقول لي انت بتحلم انت، ولو معاك الفلوس دي مش هتعمل كده. فجي ربنا قال لي طيب انا هخلي معاك اكتر من الفلوس، انا هخلي معاك البركه، هخلي معاك البركه، وريني هتعمل ايه في بلدك وهتعمل ايه لناسك، هتغير صحيح، هتصلح أحوال صحيح، هتراضي الناس صحيح، هتسعد الناس صحيح. يا رب أكون أقدر أو نقدر مع بعض إن شاء الله.
مشروع حياة كريمة زي ما قال رئيس الوزراء بتمويل مصري 100%، ويمكن بدأ على مراحل وشفنا يمكن نجاح المراحل الأولانية أو المرحلة الأولى تحديدا من خلال أيضاً مجموعة من الافتتاحات في عدد من قرى ونجوع مصر. الآن احنا على أيضا انطلاق المرحلة الثانية، لكن الحقيقة مش لازم ننسى الدور اللي بذلته وزارة التضامن الاجتماعي في المرحلة الأولى، واللي هتدخل أيضا وتتكامل مع مؤسسات الدولة الأخرى والأجهزة المعنية في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمبادرة أو بالمرحلة الثانية. الدكتور إيمان حلمي معاون وزير التضامن الاجتماعي للشؤون الاقتصادية، بترحب بيها. أهلا بحضرتك يا فندم، منورة. مساء الخير يا فندم، أنا سعيدة بوجودي مع حضراتكم وبهنئ حضراتكم والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك وبإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة. أهلا بحضرتك، ويمكن هنروح على طول للمرحلة الأولى اللي كان فيها وزارة التضامن بتلعب دور كبير، فيها كم مبادرة. الآن احنا بنتكلم على مشروع ضخم وعملاق وتحول مبادرة لمشروع قومي. المرحلة الحالية ايه دور حضراتكم فيها، وازاي هيتكامل هذا الدور مع غيرها من أجهزة الدولة ومؤسساتها؟ الحقيقة أنه المبادرة الملامح الرئيسية زي ما حضرتك ذكرت هي حاليا بتستهدف 175 مركز في أكثر من 4000 قرية. ده هيكون على مدار 3 سنوات، فيها تدخلات تنمية متكاملة، يعني فيها مبادرات أو تدخلات خاصة بالحياة الاقتصادية، بالحياة الاجتماعية، بالبنية التحتية وتطوير البنية التحتية في الريف المصري. والمرحلة الحالية اللي هي بتشمل 52 مركز تقريبا وما يزيد عن 1400 قرية. الحقيقة أن الدور وزارة التضامن، وإحنا وزارة يمكن معنية أكتر بالإنسان وبالجانب الخاص بالتدخلات الاجتماعية والاقتصادية اللي بتستهدف الأفراد والأسر الأولى بالرعاية، بنهدف للاستثمار في البشر وبناء الإنسان. والتدخلات الخاصة بينا يمكن بتبدأ من الإنسان من الطفولة المبكرة وحتى سن المعاش، يعني إحنا عندنا جزء خاص بالطفولة المبكرة، بنستهدف المتسربين من التعليم، الأشخاص ذوي الإعاقة، الأسر الأولى بالرعاية والمسنين. يمكن محاور الأنشطة مختلفة، عندنا جزء خاص بخدمات الأسرة والطفولة، ودي إحنا بنستهدف فيها التوسع والتطوير في ما يقرب من 3000 حضانة على مستوى جميع القرى المستهدفة. في الحضانات دي مش بس بيكون تعلم وتنشئة سليمة للأطفال، بس كمان بيكون في مراقبة للتغذية، بيكون في اكتشاف مبكر للإعاقة أو لصعوبات التعلم. عندنا تدخلات خاصة ببرامج الألف يوم الأولى اللي بتستهدف المرأة يمكن من وقت الحمل. عندنا خدمات استشارية للأسرة، عندنا برضو بنستهدف حوالي أكثر من 5000 فصل محو أمية. في تدخلات خاصة بإنشاء 1200 مدرسة مجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية للمتسربين من التعليم. في جزء خاص برضو بخدمات الأسرة والطفولة، بمعني بعيادات تنظيم الأسرة 2 كفاية، ودي بتتم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجمعيات الأهلية. يمكن عندنا برضو جزء متكامل، لأنه التنمية الاجتماعية مش هتتكامل غير مع تمكين اقتصادي أو تنمية اقتصادية. عندنا بعض التدخلات الخاصة باستهداف السيدات أو الشباب في سن العمل بنقل أصول إنتاجية. ولو ممكن تكلميني عن ده بشكل أكتر تحديدا، لأنه كمان في دعم المشروعات الصغيرة متناهية الصغر بس بمفهوم وفكر آخر يحقق الاستدامة، وده اللي كان بينقصنا الحقيقة أو بيختلف هذه المرة في هذا المشروع عن غيره من المشروعات في أزمنة فاتت. فلو حضرتك برضو تقول لنا ده هيتم ازاي، وازاي هتحققوا في فكره الاستدامه كمان. طبعا احنا زي ما بقول لحضرتك، احنا التدخلات الخاصه بمحور التمكين الاقتصادي عندنا بتهدف طبعا ان احنا نخلق فرص عمل. عندنا في نقل اصول انتاجيه للاسر، في اعداد الاسر المنتجه، في بيتم تطوير برضو المراكز التكوين المهني التابعه للوزاره. بنشجع على انشاء مشروعات جماعيه او وحدات انتاجيه، ودي بتكون يعني كمان حسب طبعا النشاط الاقتصادي في القريه، يعني احنا بنقدر نحدد الاحتياجات او الانشطه الاقتصاديه القائمه في القريه، بنقدر ان احنا نستهدف الافراد او الاسر اللي هتقدر تقوم بمشروعات جماعيه، وحدات انتاجيه او مشروعات فرديه. وده بيتم برضو بشكل متكامل طبعا مع جميع الوزارات ومع الاجهزه المعنيه بالمشروعات الصغيره او بخلق فرص عمل. وبرضو ده بيكون بيتم على المستوى جميع القرى المستهدفة في المرحلة اللي هي الأولى الخاصة ب 52 مركز. يمكن القرى دي تم بالفعل دراسة احتياجاتها، يعني موجودة مجموعة من الخطط ومعروف
كل قرية ينقصها إيه أو تحتاج إيه. طبعا ده يستكمل أثناء العملية، لكن ده بشكل مبدئي نقدر نقول إنه كل قرية تقريبا معروف ما ينقصها. النشاط الاقتصادي، النشاط الاقتصادي اللي موجود في القرية والميزة النسبية، يعني نقدر نقول الميزة النسبية اللي بتكون موجودة في القرية بناء على الموارد المتاحة، وتقدر إن هي تقوم على نشاط اقتصادي خاص، لأن كل قرية بيكون ممكن ليها طبيعة مختلفة حسب المحافظة اللي هي فيها، فلازم يكون في برضو طبعا دراسة مبدئية بنقدر نعرف بيها إيه الأنشطة القائمة في القرى. يمكن المحور اللي بعد كده برضو ممكن أتكلم عليه هو الجزء التوعية المجتمعية، والحقيقة أن ده جزء برضو أساسي من تدخلات وزارة التضامن، بتهدف طبعا أن احنا نحارب بعض السلوكيات أو يمكن المعتقدات الخاطئة اللي ممكن تكون موجودة في الريف المصري. بنعمل على تكوين سلوكيات واتجاهات إيجابية، عندنا منهج متكامل. زي إيه يا فندم كده برضو لو توضح لنا بدأت تخططوا ليه؟ لان دي نقطه مهمه برضو، لان البعض كان بيقول انت مش هتعرف تحافظ على المقدرات اللي هيتم منحها او ما يتم تعديله او تحسينه او تطويره بدون تحسين ايضا او توعيه الاشخاص والمواطن نفسه اللي هيصوم بقى وهيحمي هذه المقدرات. زي ما حضرتك بتقول بالضبط، احنا هدفنا طبعا ان احنا يبقى عندنا منهج متكامل شامل رسائل مختلفه، فيها رسائل عن التمكين الاقتصادي واهميه العمل والشمول المالي، في جزء عندنا خاص بصحه الام والاسره، محاربه بعض السلوكيات زي الزواج المبكر او زواج الاطفال او ختان الاناث، مكافحه المخدرات، الهجره غير الشرعيه، يعني في منهج متكامل احنا بنشتغل عليه برسائل توعويه. عندنا شراكات حاليه مع وزاره الثقافه، برضو مع مؤسسه حياة كريمة بخصوص بعض التدخلات الخاصة باكتشاف النابغين أو ببعض الرسائل التوعوية. بنربط برضو بين الحملات اللي هي تغير السلوك أو الاتجاهات مع تقديم الخدمات. عندنا بنشمل الحاجات، يعني الرسائل كلها الاجتماعية الاقتصادية البيئية. بنقول برضو بإجراء بحوث ميدانية عن الأسر، بنرصد احتياجاتها، نقدر نقيس الوعي ونتابع الوعي عشان نتوسع في قواعد البيانات المتكاملة اللي موجودة عندنا في الوزارة. ويمكن أن الوزارة من أيام بسيطة جدا أطلقنا كمان المرحلة التمهيدية للحملات التوعية المجتمعية اللي أنا ذكرتها لحضرتك في بعض القرى، خاصة في 4 محافظات في الوجه القبلي، بتشمل بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج. وبنشتغل على عدة يعني قضايا ورسائل اجتماعية وصحية بالشراكة مع المؤسسات الأهلية والرائدات الاجتماعيات اللي هيكونوا برضو بيلعبوا دور رئيسي معنا في الحملات التوعوية دي. منها مثلا منها مكافحة ختان الإناث، مثلا مكافحة الثأر، مثلا يعني كل ما يتعلق ب خلينا نقول الأمراض الاجتماعية الموجودة مثلا عندنا، ده برضو ضمن استراتيجيك ضمن المناهج الرئيسية، النمو السكاني، كل ده كل ده في طبعا تنمية الزيادة السكانية، زي ما قلت لحضرتك صحة الأم والأسرة، مكافحة المخدرات، التوعية حتى بقيمة التطوع وأهمية التطوع، الهجرة غير الشرعية، كل الرسائل المهمة اللي احنا نقدر ان احنا نعمل بيها قيم وسلوكيات واتجاهات مجتمعية إيجابية في الريف المصري. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور إيمان حلمي، معاون وزير التضامن الاجتماعي للشؤون الاقتصادية، شكرا جزيلا دكتورة إيمان. طيب برضو نروح مع حضراتكم ونشوف مقطع آخر الحقيقة من مقاطع انطلاق المشروع القومي لحياة كريمة، ويمكن قلنا هنستعرض رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل أيضا مكثف وبالتحليل، توقفنا عن بعض النقاط وهنسير بها أيضا فيما يتعلق بالنقاط القادمة، لكن خلونا نروح مع حضراتكم للنقطة الجاية. وطبعا مصر بتسابق الزمن لبناء مستقبلها والمشروعات القومية اللي بتعد رمز إرادة المصريين في البناء، زي ما تحدث الرئيس السيسي، سواء مدن جديدة، إسكان اجتماعي، تطوير المناطق الخطرة، القضاء على العشوائيات، شبكات الطرق، زيادة الرقعة الزراعية، طبعا وصولا للمشروع، وطبعا يعني كثير من المشروعات الحقيقة، لكن ربما مشروع الأعظم هو حياة كريمة زي ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي كعنوان لانطلاق الجمهورية الجديدة. خلونا نتابع أيضا جزء آخر ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
كان السباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعظيم قدراتها وأصولها، فكانت المشروعات القومية الكبرى رمزاً يعبر عن إرادة المصريين في البناء، وما بين مدن جديدة تتسع لكافة المصريين في كل ربوع الوطن، وإسكان اجتماعي يوفر المسكن الملائم لشبابنا، وتطوير للمناطق الخطرة وغير الآمنة للقضاء على العشوائيات، وتحديث شامل لشبكة الطرق القومية وزيادة الرقعة الزراعية، وصولاً اليوم إلى انطلاق مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري حياة كريمة. حياة كريمة للشعب عظيم. نروح حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل نرجع ونواصل معاكم تحليل خطاب الرئيس وأيضا انطلاق المشروع القومي حياة كريمة بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية، لسه مستمرين معاكم في حلقة الجمعة من برنامج التاسعة، ولسه الحديث عن مشروع مصر القومي حياة كريمة. رئيس البارح أعلن تدشين الجمهورية الجديدة القائمة على ترسيخ ثوابت الدولة المدنية الحديثة، والدولة دي بتمتلك القدرات الشاملة سواء كانت اقتصادية سياسية أو عسكرية، وأيضا بناء الإنسان المصري اللي أكد عليه الرئيس السيسي في دولة مدنية قائمة على التعايش. الجمهورية المصرية القائمة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وتعلي مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وتتطلع لتنمية سياسية تحقق حيوية للمجتمع المصري، قائمة على ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة والإنسانية، كما تسعى لبناء الإنسان المصري بناءً متكاملاً صحياً وعقلياً وثقافياً، إيماناً بأن الإنسان المصري هو كنز هذا الوطن وأيقونة انتصاره ومجده. ومصر القوية الحديثة المدنية الديمقراطية هي التي تليق بالمصريين وتعبر عن إرادتهم وتناسب تطلعاتهم وتمثل تضحياتهم. خلينا نرحب بحضراتكم بمصطفى زمزم، سفير مبادرة حياة كريمة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير. أهلا بحضرتك، بتشرفنا في التاسعة. أهلا بيك يا أستاذ حسام. أهلا وسهلا يا فندم. أستاذ مصطفى، يمكن أنت ليك باع طويل وكبير في العمل البدني وفي العمل الخيري، في وجهة نظرك الإعلان عن مشروع حياة كريمة كانطلاق للجمهورية الجديدة، يعني ليه تعتقد هذا المشروع يكون انطلاقة أيضا وعنوان للجمهورية الجديدة؟ خليني أقول لحضرتك بشكل واضح، لأنه هو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، مش بشهادة المصريين فقط، بشهادة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي. ويمكن شفنا مشاركة مهمة جدا للدكتور محمود محي الدين كمدير تنفيذي بالبنك الدولي، وراجل له طبعا قيمته العلمية والاقتصادية دوليا، وكثير من المسؤولين بصندوق النقد ومنظمات الأمم المتحدة
بعد إدراج من وزارة التخطيط لمبادرة حياة كريمة بشكل يعني يليق بهذا المشروع القومي الأضخم من نوعه، سواء في التمويل أو خدمة المواطنين. نتكلم النهاردة في مشروع محدد بوقت زمني 3 سنوات، قيمة المالية في الموازنة ما يقرب من 700 مليار أو يزيد. بنتكلم على خدمة 58 مليون مواطن مصري. هذا المشروع القومي لم يحدث في مصر منذ إنشاء أو حفر قناة السويس ثم السد العالي ثم مشروع حياة كريمة. وده الحقيقة هو يعتبر مشروع القرن كما تحدث دورة رئيس مجلس الوزراء بالأمس، لأن مصر لم تشهد تضافر وشحذ همم من مجتمع مدني ودولة وقطاع خاص، وعكس شهدت بالأمس مشاركة كبيرة من رجال أعمال كان دايما بيبقى فيه اتهامات ضدهم. فين دورهم المجتمعي، دور المسؤولية المجتمعية؟ هل هو رجل أعمال بيتكسب فقط؟ وده مش غلط، هو الربح هو الغرض الرئيسي من التجارة، ودور رجال أعمال هم بيشتغلوا عشان المكسب، لكن هناك دور مكمل ودور رئيسي لخدمة المجتمع والمسؤولية المجتمعية، وده وضح من حجم التدفق أو التبرعات اللي بدأت تحصل لمشروع حياة كريمة. ومشاركة هنا رجال أعمال كمان مشاركة جدية وفي ثقة متبادلة بينهم وبين الدولة، فالحقيقة ده بيساعد وبيحمس باقي رجال الأعمال المصريين على المشاركة، لأن 700 مليار من الدولة بمفردها ده مبلغ ضخم جدا. لما بنتكلم على إنشاء صرف صحي ومحطات وطرق وكباري ومدارس ومجمعات حكومية وتمكين اقتصاد وتمكين اجتماعي وخدمات تأمين صحي شامل، هتتم توزيعها على جميع القرى والوحدات المحلية في 4500 قرية ما يقرب، وأكثر من 30,000 تابع وعزل ونجع. دي جهود جبارة، دي جهود محتاجة تضافر وتناغم من كل الجهات الدولة. المواطن المصري اللي اتكرم امبارح عشان خاطر هو عمدة في قريته وبيقف مع شباب مؤسسة حياة كريمة وبيساعد معاهم، احنا بنقابله في شغلنا على الأرض في القوافل، وبنقابل غيره من قادة الفكر والرأي والشيوخ والعمد في القرى بيتبرعوا بأراضي عشان محطات معالجة للصرف الصحي، وبيتبرعوا بأراضي من أملاكهم عشان يبني مدرسة للبلد، لما تيجي للسيد المحافظ أو معالي وزير التربية والتعليم أو الصحة بيطلبوا بعض الأراضي عشان ما فيش أراضي أملاك دولة في القرى دي. بنلاقي تضافر وتناغم وتصابق ما بين أهالي القرى اللي شايفين جدية من الدولة، بقى في بناء ثقة ما بين المواطن وبين الدولة. الناس مخلوش مصدقين ان ده حلم، مفيش حد كان متخيل ان ممكن هيوصل له صرف صحي ويوصل له مية ويوصل له كهرباء. ده كان في مخطط الدولة تقريبا، كانت ممكن لو هنمشي على المخططات اللي بتاعتنا مش قبل 2030 مثلا، 2035 مفهوم. هو مش بس كده، وكمان في جوانب متعلقة بمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير فرص العمل، يعني تحقيق فكرة الاستدامة كمان، وحضرتك أدرى بهذه الجزئية طبعا كواحد من أهم العاملين في القطاع المدني وقطاع الخدمة المدنية. بشكرك مرة تانية سيادة السفير مصطفى زمزم، سفير مبادرة حياة كريمة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، شكرا جزيلا. الحقيقة بخلاف طبعا ما تم ذكره خلال مشروع القومي حياة كريمة أو طبعا المؤتمر الأول المشروع القومي حياة كريمة، فالحقيقة كان أيضا تأكيد الرئيس السيسي وربطه الحقيقة ما بين ما نشاهده بالأمس وبين الأمن القومي المصري أولا، وكأن طبعا الحديث في أنه لا أمن قومي لمصر بدون حياة كريمة أيضا لأفراد هذا الشعب، والحياة الكريمة تبدأ بالحفاظ على مقدرات هذا الوطن ومنها نهر النيل اللي مفيش الحقيقة بديل عنه ومفيش أي إمكانية كما قال السيد الرئيس للاستغناء عن نقطة واحدة أو التفريط في نقطة واحدة من مياه النيل. امبارح الرئيس السيسي أكد أن مصر بتدير علاقتها الخارجية إقليميا ودوليا بثوابت قائمة على الاحترام والسلام والجنوح للسلم والحكمة، لكن ده ما يمنعش أن مصر تمتلك أدوات سياسية وقوة عسكرية تحمي المصالح، وأن المساس بأمن مصر قومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه.
أن مصر تدير علاقاتها الخارجية إقليمياً ودولياً بثوابت راسخة ومستقرة، قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام وإعلاء قواعد القانون الدولي، كما أن مصر أيضاً قد أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا. وأقول لكم بصدق وأؤكد لكم بالحق إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر. إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه، شاء من شاء وأبى من أبى. إن ممارسة الحكمة والجنوح للسلام لا يعني بأي شكل من الأشكال السماح بالمساس بمقدرات هذا الوطن، والذي لن نسمح لأي ما كان أن يقترب منه. ولدينا في سبيل الحفاظ عليه خيارات متعددة نقررها طبقا للموقف وطبقا للظروف. لازم نتوقف هنا أيضا بالتحليل، وبشرفت يكون معنا الكاتب والمحلل والباحث إيهاب عمر. أهلا بحضرتك معنا، منورنا يا فندم. أهلا وسهلا يا أستاذ حسام، وكل سنة حضرتك طيب. أهلا بيك، كل سنة وأنت طيب. وهروح معاك لنقطة دايما أنت بتثيرها حتى في كل كتاباتك، أن أنت مش قلقان في ملف سد النهضة. وامبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن أشار في أكتر من نقطة أنه لا يصح بنا أن نقلق، وأنت دايما بتقول كده. في رأيك هل تعتقد أنه تصريحات الرئيس السيسي بالأمس كانت مطمئنة بشكل كافي، وبتدعم كمان وجهة نظرك أنه مش المفروض أن احنا نقلق بشكل أو بآخر؟ شوف يا فندم، هي كل حاجة في الدنيا مقدمات تؤدي إلى نتائج، فإحنا عندنا مقدمات وأسباب تتعلق ب قدرة الدولة المصرية من 30 يونيو 2013 وحتى عبر التاريخ تجعلني لا أقلق من هذا التحدي. بالعكس، يعني يمكن يعني خلافا لكل توجهات الرأي العام، أنا شايف إن كان في تحديات أكبر بكثير في 30/6 نفسها عن التحدي المتعلق بالسد الأثيوبي. امبارح السيد الرئيس يعني رغم إن هو خطاب جماهيري ولكنه رسم يعني خطة أو رؤية استراتيجية موسعة لفكرة الجمهورية الجديدة، إن هي جمهورية الإنسان. فكرة تدشين هذه الجمهورية الآن في بالتواكب مع إطلاق مبادرة حياة كريمة اللي بتخدم على 58 مليون مصري، هنا بتوضح الربط ما بين فكرة إن الجمهورية الجديدة مش حاجة هتبقى فكره للنخبه او لفئات معينه، ولكن هتبقى للقرى والريف واللي وليك ولكل المصريين. وهتلاحظ انه ربطها السيد الرئيس فكره الجمهوريه الجديده وتدشينها بان احنا خلاص امتلكنا القدره الشامله وقسمها قدره شامله سياسيه وعسكريه واقتصاديه، لان احنا ما ينفعش يبقى عندنا القدره الشامله او العسكريه ولكن ليس لدينا الغطاء الاقتصادي اللي يغطي مقدرات هذه القدرة أو استعمالها. ونفس الشيء، ما ينفعش يبقى عندك القدرة الشاملة السياسية وليس هنالك سلاح وجيش يعزز هذه القدرة ويجعل لهذه الكلمة السياسية قيمة في المحافل. أنت لما جيت في الملف الليبي وقلت الخط الأحمر سرت الجبرة، انت مستخدم السلاح، لكن لان انت عشان عندك القدره الشامله العسكريه والاقتصاديه فعززت القدره الشامله السياسيه. تمام.
فاحنا برضو هنا دي نقطه مهمه. وبعدين بقى النقطه الاهم، فكره ان انت عندك القدره الشامله السياسيه والعسكريه والاقتصاديه وعندك الحياه كريمه اللي هي المظله اللي الرئيس اختار انه يرشم الجمهوريه الجديده من خلالها، لكن قال لك ان في الاخر لازم يكون في الانسان المصري، انسان الجمهوريه المصريه لازم يكون كامل او سليم نفسيا وصحيا. دي نقطه مهمه جدا والرئيس بركز عليها من اول يوم من الحكم، ان هو فكره التعايش مع الامراض اللي كانت بتستوطن الانسان المصري ده هو نهاها خلاص، لان انت ما ينفعش امه تكون تريد ان تعيد امجادها وتريد ان تصنع تاريخ جديد يواكب التاريخ العظيم اللي احنا عملناه في 10,000 سنه، ويبقى الانسان المصري عنده يعني هذا الكم من الامراض اللي كانت موجوده. طبعا هو كان في مبالغه، بس برضه من الاخر لازم كان يحصل نوع من انهاء هذا التوطين من الامراض في الانسان المصري. جميل جدا، انا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب والباحث والمحلل ايهاب عمر، شكرا جزيلا. خلينا نروح حضراتكم لفاصل الاخير ونرجع نكمل مع حضراتكم في اخر فقرات. دايما بنتكلم على ان احنا عايزين كلنا نخلي نهر النيل نهر للشراكه وللخير لينا كلنا. الكلام ده اتقال في جميع المناسبات، وقلنا ان احنا اذا كان زي ما بتقولوا ان السد ده هيوفر لكم التنميه من خلال انتاج الكهرباء، احنا معاكم ومستعدين ايضا نتعاون معاكم في كل شيء يؤدي إلى رفاهية الشعب الأثيوبي والشعب السوداني جنباً إلى جنب مع الشعب المصري. ده كان كلامنا، كان كلامنا دايماً نقول إن إحنا مستعدين لده، ننقل خبرات ونتعاون في مشاريع الكهرباء وفي مشاريع الإنتاج الزراعي وفي كل شيء، بس بشرط إن محدش يقرب من المية بتاعت مصر. ده اللي إحنا قلناه. مصر دولة كبيرة، مصر دولة كبيرة، وحاول تعبير مش عارف يعني يقبلوا مني، لا يليق بنا، لا يليق بنا أن نقلق أبدا. إلى أي مدى كان خطاب الرئيس السيسي مطمئناً للمصريين؟ ويمكن ختمنا بأنه كما أشار الرئيس أنه لا يصح أن نقلق أبداً. خلونا نرحب بحضراتكم بالكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين وعضو مجلس الشيوخ. أهلاً بك يا فندم منورنا. أهلاً بك هشام، تحياتي ليك كل سنة والمصريين كلهم والعرب والمسلمين وكل الناس بألف خير يا رب. كل سنة وحضرتك طيب. وسريعاً هروح لحضرتك لخطاب الأمس، ويمكن بيتوقف البعض عن إشارات الطمأنة خاصة بعد مجلس الأمن، وكان هناك أيضا مجموعة من التحليلات حوالين المواقف المختلفة، الرؤى المختلفة. إلى أي مدى حضرتك بشايف أنه خطاب الأمس كان مطمئن لجموع المصريين، وهل بالفعل يقلل من القلق لدينا؟ نعم بنسبة كبيرة جدا. أنا أظن أنه الهدف الأساسي للجزء اللي كان فيه الرئيس كان هو ده، إزالة القلق عند المصريين. الرئيس نفسه وصف القلق بأنه طبيعي ومشروع، غالبية المصريين كانوا مشغولين بهذه القضية وما يزالون طبعا. لكن أهمية كلام امبارح بتاع السيد الرئيس في استاد القاهرة وسط عشرات الآلاف من المصريين، أنا شفت يعني كنت موجود وحسيت بالناس بعد هذه الكلمات، الناس كانت إلى حد كبير مستريحة، حاسة أنه في
اكبر راس في مصر، اهم شخص في مصر في ما يتعلق رئيس الجمهوريه، لا تخلقه. وقدم كلمات كثيره جدا في هذا السياق، منها انه ان مصر ما بتسيبش حقوقها، مصر يعني امينه على حقوقها المائيه، انه هو يتعايش شخصيا مع القوات المسلحه. قال باكثر من طريقه الرئيس انه ما حدش يقلق. وبالتالي ظني الشخصي ان هذا الخطاب لعب دورا كبيرا ومهما في ازاله جزء كبير جدا من عوامل القلق. هل القلق هيستمر؟ طبعا اكيد في جزء هيستمر، لانه لن يهدى بال المصريين الى ان يتم توقيع اتفاق قانوني وملزم بين الدول الثلاثه، ووقتها سيكون كل عوامل القلق قد ازيلت. واحنا اعلنا اكثر من مره ان احنا يعني نقدر نتحمل ضرر يمكن احتماله، وان احنا مع التنميه في اثيوبيا، لكن شرطها الا تكون على حساب حق المصريين في الحياه، وهو حصولهم على حصتهم المائيه القانونيه والعادله والتاريخيه. اشاره الرئيس الى فكره شاء من شاء وابى من ابى، هل تعتقد انه دي ايضا يعني بعد ما اثير من تحليلات حوالي مواقف الدول المختلفه، هل تعتقد ان الرئيس السيسي بيطمئن المصريين ايضا انه حتى لو كان هناك من يقف حائلا او معترضا او يعني مستغلا للموقف بشكل او اخر، انه مصر تتخطى ذلك بشكل يعني مهما كانت التفاصيل؟ بطبيعه الحال نعم. الموقف في مجلس الامن جلسه يوم الخميس قبل الماضي لم تكن جيده يعني كما كنا نامل. كانت هناك مواقف يعني غريبة، مواقف صادمة، مواقف متوقعة، لكن في النهاية يعني جملة الرئيس بالأمس ومجمل خطابه كانت موجهة للجميع. يعني جزء أساسي موجه لطمانة الداخل المصري، لكن جزء أيضا موجه للخارج، لأصحاب القضية الطرفين الأساسيين خصوصا الطرف الأثيوبي، وللدول المختلفة ذات الشأن المعنية بهذا القضية أو المتداخلة أو المشاركة أو التي لها رأي أو لها موقف. فبالتالي الرسالة كانت موجهة لأكثر من طرف، وأظن أن الرسالة وصلت ليس فقط عبر خطاب بالأمس، لكن عبر الوسائل الدبلوماسية، عبر اللقاءات، عبر الاتصالات، عبر قنوات كثيرة جدا. الرسالة باختصار بغض النظر عن التفاصيل الكثيرة للمفاوضات والآراء، هي أن مصر لن تتنازع عن حقوق هذه القضية المحورية. واظن يعني كما فهمت بالامس وكما يعني طبقا لحديث مع اكثر من مسؤول واكثر من متابع لهذا الملف، مصر يعني صورت يعني موقفها صار واضحا ولا يحتاج الى بيان اكثر. لن نتنازل عن حقوقنا، سواء كان ذلك في جلسه في مجلس الامن او جلسات في الاتحاد الافريقي او مفاوضات في اي مكان. نحن مستعدين للتعاون، لكن شرط اساسي هو الا يكون ذلك على حساب حقوقنا. خط احمر زي ما اشار الرئيس السيسي. انا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي مادي الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا. وكان نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقه النهارده في استعراض لاهم الكلمات في خطاب الامس، والتحليل ايضا مع احتفالنا بانطلاق المشروع القومي حياه كريمه ان شاء الله يليق بحياه المصريين. بشكركم شكرا جزيلا، ونشوفكم بكره ان شاء الله على الف خير وصحه وسلامه. كل سنه وحضراتكم طيبين. بكره تبدا اجازه العيد من السبت للسبت، ان شاء الله تكون اجازه سعيده على كل حضراتكم. شكرا جزيلا.